أعزائي الطلاب، في شمال البلاد إلى أقصى الجنوب، شباب وطلاب المدرسة الثانوية، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله مع درس جديد من دروس رمضان معكم الأستاذ إياد طاطور. وإننا نعلم جميعا أننا في وضع لا شك وضع صعب، وجميعنا يتضجر، جميعنا يتألم، والكل يشتكي مما نحن فيه وما قد بلغنا وما أصابنا، ألا وهي مشكلة وأزمة الكورونا. ولكن ينبغي علينا دائما أن يكون لدينا أمل، وأن يكون لدينا أمل كبير بالله سبحانه وتعالى بأن هذا الوباء وهذا البلاء سوف يزول عنا بإذن الله، لا شك بدعواتنا وبالتبتل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى سيزول عنا هذا الوباء وستزول هذه الأزمة. وإني أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض وكل من قد أصابه من هذا الوباء، وأن يرفعه الله تعالى عنه وأن يشفيه، وأن تنتهي هذه الأزمة سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم مع درس جديد من دروس رمضان. ندخل إلى ذلك البستان، بستان الوارف الظلال، شهر رمضان المبارك، لنطوف في واحاته، لنقطف من رياضه إلى حيث هالات النور وأكاليد الزهور وباقات العطور وتيجان السرور وكنوز الدر المنثور، إلى واحة الشهر الفضيل المبارك، وكم وكم فيه من الكنوز والحسنات. وأنا عندما أعددت هذا الدرس وضعت له عنوانا رمضان كنوز الحسنات، هناك الكثير من تلك الكنوز. ونحن نعلم جميعا ونستكم نحن نشعر بالغياب وبالبعد عن الأصدقاء، بعيدين عن المساجد، بعيدين عن المدارس، ولكن لا ننسى أننا في بيوتنا قد تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا نتقرب إلى الله؟ بتلاوة القرآن، بالدعاء لأنفسنا ولأصحابنا ولأصدقائنا، بالصلاة، بالتعلم عن بعد. نعم، هذا فيه شيء من التعب، فيه شيء من الضنك، ولكن مع كل هذا التعب ومع كل تلك المشقة سيحصل لنا الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ ونحن في شهر فضيل مبارك، هو شهر الخيرات، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الأوبة، شهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، شهر التقاء الأسرة، الأفراد يلتقون مع بعضهم البعض. ربما كنا يعني حتى سبحان الله، احنا بنعرف انه أزمة كورونا يعني احيانا كما قيل هناك في باطن الشر هناك خير، وكما قيل مع المحن هناك المنح، وكما قيل رب ضارة نافعة. نعم، جميعا نتضمر وجميعا في حالة معاناة من أزمة كورونا ومن هذا الوباء، ولكن بالمقابل هناك كثير من الإيجابيات التي قد حدثت لنا، منها اجتماع الأسرة، الأفراد مع بعضهم البعض في البيت. قبل الكورونا ما كانش التقاء، كان يمكن قسم في السوق، قسم بالشارع، قسم في مع أصحابهن بعيدين عن أهلهن، بعيدين عن الأب والأم، الأبناء حتى الإخوة بعيدين عن بعض. ولكن سبحان الله يعني الخير موجود حتى في ظل وجود أزمة الكورونا. تعالوا نستهل هذا الدرس بالاستماع إلى آيات عطرة مع الشيخ المرحوم عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى. أعزائي الطلاب،
استمعنا إلى هذه الآية العظيمة، آية شاملة فيها كثير من صفات المؤمنين الخاشعين المتقين القانتين القانتات الصائمين الصائمات الخاشعين الخاشعات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني آية شاملة حوت الكثير من العبر والعظات التي تعود علينا بالنفع العظيم وبالفائدة الكبيرة. يعني على سبيل المثال لما إحنا لسه موجودين في رمضان، إحنا أعزائي الطلاب في رمضان يعني قديش الإنسان بيقدر يجمع حسنات فهذا خير. يعني إنسان ما ينسى نفسه إنه موجود في حالة صيام، يعني إني أحفظ لساني مثلا، ما أغلط على حدا من الناس، ما أغلط على حدا من الناس، ما أغتاب، ما أسب، ما أشتم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. كمان أنا يعني هي فرصة ذهبية إني أنا برمضان أتصدق، ما أروع الصدقة عشان أنا أحصل على كنز من الحسنات. نعم بتصدق، والحسنة بعشر أمثالها، أنا بتصدق بشيكل نضرب ضرب عشرة، ربنا عز وجل يضاعف هذه الصدقة إلى الكثير الكثير من الحسنات، فما بالك إن كانت الصدقة في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. شوف هالوصف كيف النبي كيف كان صلى الله عليه وسلم، كان مثل الريح المرسلة، يعني كان كثير التصدق كثير العطاء كثير السخاء. لماذا لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا؟ إني أتصدق إذا معي أنا شايف إنسان فقير، إنسان محتاج، جاري أقرب الناس علي كمان إني أطلع عليه. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قائلا، عندما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض أخذت الأرض تميد، تميد يعني تتحرك وتتمايل وتهتز، فثبتها الله سبحانه وتعالى بالجبال، جبال الرواسي، جبال تثبت وتمسك وتشد على هذه الأرض كي لا تتحرك وتميد. قالت الملائكة، طبعا والله عز وجل أعلم بما سألت الملائكة، قالت الملائكة يا رب هل هناك شيء أعظم من الجبال، الجبال اللي ثبتت الأرض؟ قال الله تعالى نعم، الحديد. الحديد طبعا ماذا يصنع؟ يفتت الجبال، حديد يفتت الصخر والحجر والجبال. قالت الملائكة يا رب هل هناك شيء أعظم من الحديد؟ قال الله سبحانه وتعالى الملائكة نعم، النار، النار تذيب الحديد. قالت الملائكة يا رب هل هناك شيء أعظم من النار؟ قال الله سبحانه وتعالى نعم، الماء يطفئ النار. قالت الملائكة يا رب هل هناك شيء أعظم من الماء؟ قال نعم، الريح تحمل الماء وتنقله إلى كل مكان. قال الله عز وجل، قالت الملائكة يا رب هل هناك شيء أعظم من الريح؟ قال نعم، الصدقة يتصدق بها العبد بيمينه فلا تعلم شماله ما تصدقت يمينه. شوف الأجر قديش لك أجر عزيز الطالب لما أنت بتتصدق. يعني إذا أنت بيكون معك في جيبتك نفرض 50 شيكل، يعني لو أخرجت 10 شيكل من مصروفك تصور قديش راح يكون لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. إحنا ما بنحكي بس إحنا على موضوع كمان الصدقة. نعم أنا ذكرت الصدقة وراح لسه كمان شوي أحكي قصة عن الصدقة وفضل الصدقة، ولكن أنا اللي بدي أوصله أنه كثير أمور وأعمال خيرة وأعمال صالحات نستطيع أن نقوم بها في جميع أيامنا، ولكن بما أنه إحنا يعني لسه موجودين برمضان فتعالوا نتنافس في الخيرات ونتنافس في العمل الصالح، وهناك الكثير من الكنوز التي أستطيع أن أحصل عليها وليس فقط الصدقة. على سبيل المثال
يعني احنا بنعرف انه هناك من الناس اللي بيصلوا ماشي تصدقوا وبصوموا ممكن يقوموا قيام الليل يصلوا قيام الليل ولكن فيش عندها الاخلاق. وماذا تساوي العبادة إذا لم يكن هناك وزن للأخلاق؟ كما نحن بحاجة للأخلاق، لا وزن للعبادة بلا أخلاق ولا وزن للأخلاق بلا عبادة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن المكارم أخلاق مطهرة، إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها والعقل ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. فإحنا بحاجة للأخلاق في تعاملنا. ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة قالوا يا رسول الله تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. معقول؟ معقول. كمان المفروض احنا نحافظ على ميزان الأخلاق، ميزان التعامل مع الناس. يعني أنا بتعامل مع الناس بأخلاقي في كل مكان، في البيت كيف أتعامل، كيف أتعامل مع أبوي وأمي أقرب الناس إلي، كيف أتعامل معهم، أطيعهم أحترمهم. وإلك بهذا الإشي أجر. طاعة الوالدين مش عقوق الوالدين، عكس الطاعة العقوق. كمان أحترم إخوتي، ما نقعد لأقلاتها سبب، أقلاتها ظرف محرج صار بيناتنا نكون نغلط على بعض ونحكي على بعض كأخوة في البيت، بعدين إحنا مع أصدقائنا، بعدين تصرفنا وسلوكنا في الشارع، سلوكنا في السوق، في التجمعات، في الأماكن العامة، في المدارس، كيف إحنا في النوادي، كيف إحنا نتصرف مع بعض. المفروض إحنا دايما نتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا. إحنا طبعا في حياتنا نحتاج إلى ثلاثة أمور، ثلاث أسس من أسس الدين، اللي هو العبادات. عندنا طبعا العبادات أو الأركان، أركان الإسلام الخمسة، عندنا أركان الإسلام الخمسة، وعندنا كمان اللي هي الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج لمن استطاع عليه سبيلا. عندنا طبعا أركان الإيمان، وعندنا كمان الإحسان. شو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك أسوق لكم هذه الخاطرة الجميلة. جاء رجل إلى سفيان الثوري. سفيان الثوري هذا كان عالم من أيام السلف، من العلماء، رجل صالح متعبد لله سبحانه وتعالى. جاءه رجل فقال له يا سفيان ابتليت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء، أعطيني دواء اللي ينفعني، ابتليت بمرض البعد عن الله. فقال له سفيان الثوري يا أخي عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. شوف هاي الوصف الجميلة اللي أعطيها، كيف إحنا عنا كمان اليوم وصفات كثير، عساس إحنا برمضان كل يوم طبخة. ويعني الأمهات اليوم يعني تحتار ماذا تطبخ في هذا اليوم، فممكن هي تقعد تفحص وتبحث عن طريق جوجل حتى تحصل على طبخة معينة عشان الإنسان يغير. شوف هاي الوصفة، الطبخة اللي أعطاها سفيان الثوري لهذا الرجل لأنه كان بعيد عن رب العالمين. وإحنا كمان منحثكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهاي الوصفات الجميلة، اللي هي نحفظ لساننا
تعاملنا مع الناس يكون تعامل جيد وطيب، نعرف كيف نتصرف في كل مكان احنا نتواجد فيه، ما نكذب، ما نغش، ما نسرق، ما نغتاب، ما يكون عندنا نميمة، ما نفش السر، ما نعتدي، ما نؤذي أحد من الناس، ما أشتم، ما أسب، أحافظ على صلواتي، أحافظ على صيامي، أحافظ على عباداتي، أحافظ على التكاليف الشرعية اللي ربنا عز وجل أمرني فيها، وبنفس الوقت كمان يكون عندي أخلاق، فهذا هو الرصيد. أنا طبعاً كمان بدي أنقل لكم قصة، أيضاً قصة رائعة، وهذه القصة طبعاً نقرأها مع بعضنا البعض، اقرؤوها وطالما تبدأون في قراءة هذه القصة الرائعة، هي قصة اخترتها يعني عن الصدقة، نخرج لاستراحة 10 دقائق ثم نعود للتداول والحديث عن هذه القصة وأهميتها، وهي قصة واقعية يعني من واقعنا المعاصر. تعالوا نقرأ معا هذه القصة، نخرج 10 دقائق استراحة ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى.
أعزائي الطلاب، عدنا من جديد. منحتكم بعض الوقت لقراءة القصة. هذه قصة واقعية من واقعنا المعاصر. تعالوا نقرأها معا، أقرأها أنا مرة أخرى وننظر إلى هذه القصة العجيبة. قصة يرويها صاحبها قائلا: لي بنت صغيرة أصابها مرض في حلقها، فذهبت بها للمستشفيات وعرضتها على كثير من الأطباء ولكن دون فائدة، فمرضها أصبح مستعصيا وأكاد أن أكون أنا المريض بسبب مرضها الذي أرق كل العائلة، وأصبحنا نعطيها إبرا للتخفيف فقط من آلامها حتى يئسنا من كل شيء إلا من رحمة الله تعالى. إلى أن جاء الأمل وفتح باب الفرج، فقد اتصل بي أحد الصالحين وذكر لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فقلت له: قد تصدقت كثيرا. فقال: تصدق هذه المرة بنية شفاء ابنتك. وفعلا تصدقت بصدقة متواضعة لأحد الفقراء ولم يتغير شيء، فأخبرته فقال: أنت ممن لديهم نعمة ومال كثير، عندك كثير نعم، من إيش خايف؟ فلتكن صدقتك بحجم مالك. فذهبت للمرة الثانية وملأت سيارتي من الأرز والدجاج والخيرات بمبلغ كبير ووزعتها على كثير من المحتاجين، ففرحوا بصدقتي، ووالله لم أكن أتوقع أبدا أن آخر إبرة أخذتها ابنتي هي التي كانت قبل صدقتي، فشفيت تماما والحمد لله. فأيقنت بأن الصدقة من أكبر أسباب الشفاء. والآن ابنتي بفضل الله لها 3 سنوات ليس بها أي مرض على الإطلاق، ومن تلك اللحظة أصبحت أكثر من الصدقة خصوصا على الأوقاف الخيرية، وأنا كل يوم أشعر بالنعمة والبركة والعافية في مالي وعائلتي. وأنصح كل مريض بأن يتصدق من أعز ما يملك ويكرر ذلك فيشفيه الله تعالى، وأدين الله بصحة ما ذكرت، والله لا يضيع أجر المحسنين. أحبائي أعزائي الطلاب، الصدقة فعلا يعني لها ميزان عظيم وثواب عند الله سبحانه وتعالى. لا تستهين بأمر الصدقة. وأنا يحضرني الآن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها أنه حدث معها، ولكن قبل أن أذكر ما حدث مع عائشة رضي الله عنها، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. كان يوصي سيدنا بلال مؤذن، بلال بن رباح، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أيضا كان يوصي أسماء: يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. لازم نيجي اليوم كل واحد تطلعش، انفق ما تخافش، مش راح ينقص مالك، والله ما بنقص. طبعا خاصة يعني احنا بنشوف كثير ناس اللي بيعانوا في أولادهم أو بناتهم، اللي عنده مرض، اللي عنده مشكلة، اللي عنده مصيبة، وإحنا منقول ونشد على إيده ونقول تصدق ولا تخشى الفقر. الله عز وجل هو الذي يتكفل لك برزقك ويتكفل لك بمعيشتك ويتكفل لك بيومك وصحتك وعافيتك. أما يجي واحد يقول: طب أنا صح معي مصاري ولكن بخاف إذا تصدقت إنه يروحوا مصرياتي. ما تنسى يا أخي العزيز إنه أنت لك أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، لا ينقص مال من صدقة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها كانت تعطر المال قبل أن تتصدق به للمحتاجين من المسلمين.
فسئلت لما تفعلين ذلك؟ قالت انتبهوا بتعطر المال بتحط عليه عطر. لما تفعلين ذلك؟ قالت لأن هذا المال يعني الصدقة يصل إلى يد الرب قبل أن يصل إلى يد العبد. وأنا بحثكم جميع طلاب تخوضوا هاي التجربة، تجربة الصدقة في أي باب من أبواب الخير، مع علما أن هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الصدقة. طبعا في باب الصلاة، باب الريان اللي هو باب الصائمين يدخل منه الصائمون، أن باب الصدقة وأبواب أخرى للجنة ثمانية أبواب. فخلينا نخوض هاي التجربة ونتصدق ونشوف كيف الأجر إحنا نحصل عليه في الدنيا. ربنا يضاعف لنا الأجر والثواب والحسنات أيضا. تعالوا معي أحبة الطلاب دقيقة ونصف نكتب، اكتبوا بعض من كنوز الحسنات التي تستطيع الفوز بها. دقيقة ونصف ثم نعود. أعزائي الطلاب، هل حصلتم على كثير من كنوز الحسنات التي نستطيع الفوز بها في رمضان؟ تعالوا نكتب بعض من تلك الكنوز. من ضمن تلك الكنوز التي أستطيع الحصول عليها كنا كما حدثتكم الصدقة، صلة الرحم، طاعة الوالدين، طاعة الوالدين، أيضا صلاة قيام الليل، تفطير صائم. تريدون أيضا بعض الكنوز؟ كنا تفطير صائم، أيضا تلاوة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، وطبعا العمل الصالح. هناك كثير من الأعمال الصالحة التي أستطيع إذن الحصول أدائها للحصول على الحسنات. تعالوا ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. أمنحكم، هما حديثان، أمنحكم دقيقتين للإجابة
أو لإكمال الحديثين دقيقتين ثم نعود. هل حصلتم على الإجابة؟ هل أكملتم الحديثين؟ تعالوا نرى معا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ. تطفئ ماذا؟ إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. عادة الإنسان عندما يقوم بمعصية معينة، ذنب معين، فمفضل أنه يتصدق. أنا أذنبت، عصيت، شتمت، سبيت، اعتديت، أذيت حدا، تركت صلاة، قمت بعمل يسيء لأحد من الناس، فحتما ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأتوب إلى الله وأتصدق، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. والحديث الثاني ذكرناه طبعا، هذا الحديث في القصة التي ذكرتها سالفا: داووا مرضاكم بالصدقات. لديك في البيت أحد مريض، أخوك أو أختك حدا مريض لا سمح الله، أسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية والصحة ودوام الصحة والعافية. داووا مرضاكم بالصدقات، حدا مريض لو نتصدق فهذا خير إن شاء الله. تعالوا ننتقل لنشاهد معا هذا الفيديو، هذا الفيلم الذي فيه الكثير من العبر والعظات. نشاهد معا هذا الفيلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فقال الملك للأبرص: أي شيء أحب إليك؟ لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني به الناس. فمسحه الملك فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فأي المال أحب إليك؟ الإبل، خذ، هذه ناقة عشرة، بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ أريد شعرا حسنا ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه الملك فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فأي المال أحب إليك؟ البقر، هذه بقرة حامل، بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري،
فأبصر به الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. فأي المال أحب إليك؟ الغنم. هذه شاة والد، بارك الله لك فيها. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم بعد فترة من الزمان أتى الملك إليهم في صورة رجل مسكين، فذهب إلى الأبرص فقال له: إنني رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. الحقوق كثيرة ولا أستطيع. كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد الأبرص إلى ما كان عليه. ثم ذهب الملك إلى الأقرع في صورة رجل مسكين فقال له مثل ما قال للأبرص: الحقوق كثيرة ولا أستطيع. ألم تكن أقرع يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد الأقرع إلى ما كان عليه. ثم ذهب الملك إلى الأعمى في صورة رجل مسكين فقال له مثلما قال لصاحبيه، فرد عليه قائلا: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. إن الابتلاء بالسراء والرخاء قد يكون أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء، وإن اليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر. تجد لي كم شهر. أعزائي الطلاب، شاهدنا معا هذا الفيديو عن قصة الأقرع والأبرص والأعمى. حقا يعني الله سبحانه وتعالى يشفي الأمراض بفضل صدقتك أيها العبد، صدقة ذلك الإنسان المريض أو متصدق عن إنسان مريض طبعا، ويحصل لنا إن شاء الله الصحة والعافية والخير، ودائما الخير من الله عز وجل. أنا فقط أعلق بالنسبة لهذه القصة، يعني الإنسان ما ينسى فضل ربنا عز وجل عليه، وما ينسب دايما الخير لنفسه، ويعني الفضل إنه هذا منه، هو اللي عمل هذا الفضل، وهو اللي جاب المصاري، وهو اللي كأنه هو بيرزق حاله بحاله. لا 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 أبدا، الله عز وجل هو الذي يرزقنا، هو الذي يرعانا، هو الذي يحفظنا، هو الذي يعطينا. ومع ذلك ينبغي علينا أن نرضى، ولا نتسخط ولا نتضجر ولا نتكبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أنت أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا. في الختام أعزائي الطلاب، أتمنى لكم صياما مقبولا، وإفطارا شهيا، وأيام كلها صحة وعافية وسعادة وهناء. دمتم بخير، دمتم بصحة وعافية، حفظكم الله ورعاكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى البخاري و